مدار ذاتية بعد دراسات وبعض نقاشات وبعض عمل المجهود، بدأت على هذا الأساس ببناء وإنشاء معامل إنتاجية ممكن أن تقلل من أثر الأزمة العالمية الاقتصادية. ممكن المناطق بشمال شرق سوريا لحد هذا الآن أو لغاية هذه الفترة لم تتأثر بشكل كبير من هذه الأزمة، ولكن هذه الأزمة حسب الخبراء الاقتصاديين العالميين من المتوقع أنه تؤثر على كل العالم بشكل أجمع. كما يلاحظ الجميع على مستوى الفرد، على مستوى المجتمع بالكامل، هناك ارتفاع بأسعار السلع عالميا. طبعا هذا الارتفاع هو أسباب له أسباب عدة، وأحد الأسباب والأهم هو زيادة العرض وقلة الطلب على المنتجات، لوفرة الموارد الموجودة في المنطقة، لوفرة الإمكانيات المتوفرة لدينا في المنطقة. حاولنا أن نستفاد بالشكل الأمثل من الموارد الموجودة بالمنطقة. طبعا هذا راح يساعد على انخفاض قيمة السلع للمستهلك. أرادة الإدارة الذاتية أن تكون الرائد للأعمال في المنطقة. بسبب تخوف المستثمرين والتجار والبعض رؤوس الأموال الموجودة في المنطقة من هكذا أعمال، أرادت الإدارة الذاتية أن تكون هي الرائد لهذه الأعمال، لبعض المشاريع الاستراتيجية. ولكن هذا لا يعني أن تكون الإدارة الذاتية هي المنتج الوحيد في المنطقة، وليست هذه غاية الإدارة الذاتية، ولكن هو تشجيع على الإنتاج والعملية الإنتاجية. الدعم الأساسي لهذه المعامل هو الإدارة الذاتية، إذا كان برأس المال أو بالأماكن، الاستفادة من الأماكن الموجودة سابقا وإعادة ترميمها وإعادة تطويرها وافتتاح معامل جديدة، خطوط إنتاج جديدة غير متوفرة في المنطقة سابقا. طبعا على مستوى شمال شرق سوريا حاليا المعامل اللي تتبع هذا القسم إدارة المعامل الإنتاجية، نبدأ من ديريك، معمل زوزان للأجبان والألبان، معمل العلف جزيرة واحد، معمل العلف جزيرة اثنين والمتواجد في القامشلة، معمل الزيوت النباتية الموجود في ملا صباط بالقامشلة، معمل الغزل في الحسكة، معمل النسيج في الحسكة. طبعا معمل النسيج هو مجموعة من الأقسام، نود أن ننوه على هذه النقطة، فهو معمل ضخم بأقسامه. النسيج يحوي على السكلير، على النسيج، على الصباغة، على الطباعة، ويتبعه مشاغل خياطة للحصول على منتج نهائي. بالإضافة لمعمل الكرتون، صناعة الكرتون بالحسكة، معمل الخراطيم الزراعية أيضا بالحسكة، بالإضافة لمعمل الملح بالحسكة والمحلجة بالحسكة، بالإضافة لمعمل العلف المتواجد في الرقة. وعدد العمال من معمل إلى معمل آخر، ولكن العدد الأكبر هو حاليا في معمل الغزل ومعمل النسيج. إذا أردنا أن ندمج هذه المعملين مع بعض فممكن العدد إذا كان أكثر دقة يصل إلى 1100 عامل في هذه المعامل، معمل النسيج والغزل، بالإضافة لمعمل الكرتون ما يقارب 220 عامل، معمل زوزان ما يقارب إلى 80 عامل. طبعا بين العامل بين الإداري والفني والأقسام الأخرى، بالإضافة للمحلجة ما يقارب إلى 150 عامل. على هذا الشكل بالنسبة لمعامل العلف 30 إلى 35، يتراوح العدد ما بين 30ات والأربعينات. ركز الإدارة الذاتية والمعامل بشكل خاص على منتجات أساسية واستراتيجية، ألا وهي الأساس هي المنتجات الغذائية والملبوسات. طبعا لضرورة المنتجات الغذائية والألبسة لحد الأسباب، عدة أسباب، منها هناك أزمة غذائية عالمية، وكما يرى المشاهد والمجتمع بشكل عام الأزمة والحرب الروسية على أوكرانيا أثرت على السلة الغذائية واستجرار المواد أو استيراد المواد الغذائية من الخارج إلى الداخل. فنحن نطمح وهدفنا هو توفير هذه المواد أو الغذائية من خلال المنتجات الموجودة لدينا في المنطقة وتحويلها إلى منتجات أخرى. بالنسبة للألبسة
كون هذا المنتج أو المواد الأولية هي مواد موجودة محليا حتى نستفاد من هذه المنتجات وتطويرها وتحويلها إلى ملبوسات لهذا المجتمع. بالنسبة للفائدة، طبعا هي حلقة اقتصادية نوعا ما متكاملة. إذا بدأنا مثلا بالمعامل الغذائية، نبدأ من المزارع، تبدأ من المزارع، يستفاد المزارع بتصريف منتجاته ومحاصيله ببيعها للإدارة الذاتية. طبعا هنا الإدارة الذاتية بحاجة لشراء هذه المادة لتفعيلها وحصول على منتج آخر. كما ذكرنا لدينا المحلجة تقوم بحلج هذه الأقطان وتفرز القطن المحلوج عن البذر، بذرة القطن. طبعا نستفاد نحن كإدارة ذاتية ويستفاد المجتمع هنا من تحويل هذا القطن المحلوج إلى خيوط، من بعدها إلى نسيج، ومن بعدها إلى أقمشة وألبسة. بالنسبة لبذرة القطن نستفاد منها كمعمل الزيت لاستخراج الزيت منها واستخراج مواد أخرى، كسبة علفية، كسبة قطن، يعني لاستفاد مربي الثروة الحيوانية من هذه المادة، بالإضافة لاستفاد المجتمع من زيت القطن لكي نستطيع الحد من استجرار أو استيراد الزيوت الخارجية. طبعا بالنسبة لهذه المنتجات هدفنا الأساسي هو رفع أو دعم الناتج المحلي. طبعا هي من أساسيات الاقتصاد أو السياسات الاقتصادية لأي دولة. كإدارة ذاتية تركز على زيادة الناتج المحلي. طبعا عند زيادة الناتج المحلي من الممكن أن يكون هناك تصدير لهذه المنتجات. طبعا تعاني الإدارة الذاتية لعدم الاعتراف السياسي بصعوبة تصدير هذه المواد والعراقيل التي تواجه هذا التصدير من الدول الجوار. طبعا بتصدير هذه المنتجات أكيد رح يكون في دخل مورد آخر للإدارة الذاتية. بالنسبة للاستيراد، نحن نقوم على استيراد المواد الغير متوفرة في هذه المناطق. طبعا ممكن لبعض الصناعات اللي نحن عم نقوم فيها بحاجة لبعض المكانات، بعض الآليات، بعض المواد الخام، بعض المواد الأولية نستوردها من الخارج أو من دول الجوار، ولكن نلاقي صعوبة جدا في هذا المجال. كما ذكرنا سابقا للعراقيل والسياسات الممنهجة تجاه الإدارة الذاتية من الناحية الاقتصادية وكان سياسية وعسكرية. فالجانب الاقتصادي تأثرنا كثيرا بهذا المجال لعدم فتح المجال، عدم فتح الأبواب أو المعابر التجارية أو الاقتصادية لهذه المنطقة. طبعا بالنسبة لجودة المنتج، كإدارة معامل إنتاجية بدأنا لاحقا على تفعيل إدارة جودة المنتج لحتى نحصل على نخب ينافس المنتجات الأجنبية أو الخارجية، بحيث نستطيع تصدير هذه المواد لمعظم الدول بجودة عالية بمقاييس عالمية بمعايير مقبولة عالميا. طبعا جودة المنتج سوف تؤثر على سعر السلعة. هنا في هذا الإطار نراعي القدرة الشرائية والقوة الشرائية للمجتمع في شمال شرق سوريا. ممكن أن تكون هذه المنتجات لا نقول ممتازة ولكن جيدة جدا، المنتجات اللي عم تنتجها المعاملنا فهي مقبولة أو جيدة جدا. بالنسبة للمواد الخام، هي من المواد الأساسية لأي عملية إنتاجية إن لم تتوفر في المنطقة، فعلى هذا الأساس يتم استيرادها من الخارج. ولكن المنطقة بشكل عام غنية بالمواد الخام والمواد الأولية، ممكن بعض المواد نفتقدها، ولكن المعاناة الأكبر بهذه العمل أو في هذا السير من العملية الإنتاجية نعاني من المكانات والآليات الصناعية لقلة المنطقة في هذا المجال، لقلة كفاءة المنطقة بهذا المجال. ولكن نحن من خلال هذه العملية لنا دور في المساهمة في تطوير هذه الصناعات. لدينا خطط سنوية ل 2023، لدينا بعض المشاريع المطروحة حاليا اللي قمنا بدراستها. طبعا نقدمها نحن للجهات المعنية للإدارة الذاتية لدراسة هذه المشاريع والجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع بناء على موافقة الإدارة الذاتية بموازنة ميزانية 2023. سوف يتم إقرار الموافقة على بعض المشاريع ممكن. طبعا هدف المعامل الإنتاجية كما ذكرنا بتوسيع هذه المعامل وإنشاء خطوط توسيعية للمعامل الموجودة،
نستطيع القول لدينا خط إنتاج لصناعة خيوط مختلفة عن القطن. طبعا الخيوط حاليا اللي ينتجها معمل الغزل هي خيوط قطنية 100%، ولكن بعض الملبوسات وبعض المنتجات بحاجة إلى نوع أنواع خيوط مختلفة لصناعة الكتان، لصناعة الصوف، لصناعة بعض الألبسة التي تحتوي على خيوط نايلون. طبعا كمعمل يعتبر معمل آخر هو صناعة خيوط الصوف للاستفادة من الصوف المتواجد في المنطقة لدى مربي الثروة الحيوانية، ولمعاناة المربي الثروة الحيوانية من تصريف هذا المنتج لعدم قدرة المنطقة على الاستفادة من هذه الصوف وتحويلها إلى خيوط صوفية. ختام الحديث، نود أن ننوه كما ذكرنا بالبداية أن هذه المعامل ممكن أن تغطي جزء بسيط من متطلبات المجتمع في شمال شرق سوريا، ولكن هدف الإدارة الذاتية وهدف إدارة المعامل نحن ندعم هذه الفكرة على جذب المستثمر من ضمن المناطق الشمال شرق سوريا لعمل مشاريع بهذا المجال للاستفادة وللحد من الأزمة العالمية أو الأزمة الاقتصادية المتوقعة في الفترات القادمة، والاستفادة من الموارد الموجودة في المنطقة من أيدي عاملة، من مواد أولية إلى آخره، لكي نستطيع تلبية احتياجات المجتمع بشكل كامل من المنتجات وما يتطلبه.